مرحبا انا دام وحياكم الله في فيديو جديد، هذا الفيديو اعتبره اهم فيديو بلا مبالغه سويته منذ فتره ويهمكم كلكم، هذه المره راح اتكلم عن شيء اسمه تيك نيك، هذا المصطلح يستخدم برا لو بنترجمه حرفيا نقدر نسميها الرقبه التقنيه او التكنولوجيه، الاطباء يسمونها بشيء مختلف تماما اللي هو الفورد نيك كاريج، فكرتها انه الرقبه تكون متقدمه عن الجسم الى الامام، وهذا الشيء ممكن يصيب اي احد وعشان كذا اقول مهم ممكن يصيب اي احد، اذا كنت تعتقد انه يصيب الصغار المراهقين الناس اللي تو بدأوا يستخدموا الأجهزة لا مو ممكن يصيب الكبار في الثلاثينات والأربعينيات من عمرهم فكرتها أنه أنت لما تطالع إلى مستوى الإذن راح تلقاها مهب على نفس مستوى الفقرات تلقى الرقبة متقدمة للأمام وهذه من هنا تبدأ المشكلة إذا كنت تعتقد أنك إذا طنشتها راح تنحل المشكلة فلا للاسف لا، كل فترة راح يبدا يصير الموضوع اسوء، راح تتقدم, للأمام، راح تتقدم, تتقدم، الى الامام، راح تقدم اكثر، تقدم، وين توصل الى مرحلة انك تطالع بهذه الطريقة، وللاسف انها ممكن حتى تاثر على المساحه اللي موجوده بين الفقرات واللي احنا نسميها بالديسك، والديسك هي اساسا موجوده لعده اسباب منها انها تمنع الاحتكاك، تحافظ على الشكل وتحافظ على الفقرات سليمه. بكل الاحوال ايش سببها الرئيسي؟ راح الخصها لكم في كم نقطه بسيطه. اعتبر انه الاجهزه والتكنولوجيا هذه الايام هي من اهم اسباب تكون هذا الشيء عند الناس. فعليا لما تستخدم جهازك وتنزل راسك، لما تستخدم اللابتوب، تستخدم الاجهزه بشكل عام، هذه هي المشكله المهمه، فعليا انت لما تستخدمها وتبدا تنزل راسك الى فترات طويله يبدا الجسم يحاول انه يكون عظم يبدا يحاول يسوي شغلات معينه عشان انه يتحمل وزن الراس، لما نتكلم عن وزن الراس فهو تقريبا اربعه ونص كيلو تخيل، لما تنزله تحت بمقدار 30 درجه انت قاعد تتكلم عن قرابه 19 الى 20 كيلو تحاول الرقبه انها تشيلها، ولما تنزله اكثر الى 60 درجه تقريبا فانت تتكلم عن قرابه 30 كيلو جالس الرقبه هذه البسيطه تحاول تشيلها 30 كيلو انت متخيل؟ يمكن انت ما تهمك التفاصيل، فعليا انا ما راح ادخل في التفاصيل وتفاصيل طبيه وممله ومدريش ولكن الفكره انه انت يعني لما تستخدم الاجهزه هي ما تجي بيوم وليله، انت تستخدم الاجهزه بشكل يومي ربما في الدوام، ربما في البيت والسوشيال ميديا واشياء كثير، بالتالي قاعد تنزل راسك وهذا ياثر بشكل يومي، لازم تفكر في كل مره انك انت تستخدم الاجهزه تتذكر هذا الموضوع، طيب كيف؟ تتجاوزها هذه النقطة اللي راح أتكلم معك فيها بكل بساطة أعتبر الجوالات هذه الأيام هي أهم سبب ممكن تسبب لك هذا الشيء لأنه هي اللي نستخدمه لفترات أطول في كل مكان و24 ساعة وسوشيال ميديا وزي كذا بالتالي أكثر الناس لو تلاحظون قاعد يستخدموا الأجهزة بهذه الطريقة ينزل لتحت ويصير يشوف لو تلاحظ رقبتي الان اكيد انها مايله وهذا ممكن يسبب لك الام ومشاكل مع الوقت بكل بساطه اذا تستخدم جهازك ارفعه ارفع بهذه الطريقه خل كوعك يرتفع الى لا تنزله لتحت خل الجهاز هو موازي الى الصدر فبالتالي انت ما تحتاج انك تنزل راسك ولا تنزل رقبتك تكون رافعها بهذه الطريقه لا تنزل جهازك هذه ربما اعتبرها اهم نقطه وأعتقد ان نقطه تنزيل الجهاز او رفعه هذه عاده كلنا تعودنا ان ننزلها تحت انا بديت اعود نفسي خلال الفتره الماضيه انه ارفع الجهاز واعدل من الموضوع هذا واعتقد انه هي عاده زي ما تعودت انك تنزله راح تتعود انك تستخدمه وهو مرفوع الشيء الثاني هو المهم لما تستخدم الـ 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 الكمبيوترات سواء الكمبيوتر او حتى اللابتوب واعتقد انه اللابتوب راح يسبب لك مشكله اكثر من الكمبيوتر البي سي لانه اذا بتجلس على المكتب خل الجزء العلوي من الشاشه هو موازي لعينك فبالتالي انت تكون مرتاح اكثر في هذه الجلسه، لما تكتب لا تخلي الكيبورد مرفوع، في ناس يخلونه مرفوع، حاول انك تخلي انك تخلي فيه مسافه فبالتالي يدك تكون مسطحه على مستوى المكتب، كذلك لما تكون جالس على المكتب وتستخدم اللابتوب او اي شيء لا تخلي الكرسي مرتفع واللابتوب نازل فبالتالي انت كذا قاعد تميل نفسك عليه. كل هذه غلط وكل هذه راح تسبب لك مشاكل مع الوقت. إذا أنت شاك إنه عندك مشكلة وتواجه آلام أو أي شيء أكيد أفضل شخص تستشيره هو الطبيب. ما هو بأصدقائك، ما هو بالاستراحة ولا هو بواتساب ولا غيره. هذا الموضوع أعتقد إنه جداً 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 مهم لأنه وين ما أمشي يومياً أشوف الناس كلهم طايحين في هذا الغلط وأنا كنت واحد من الناس اللي طايح في هذا الغلط وقاعد أرجع وأعود نفسي إنه أستخدم الأجهزة بشكل صحيح، ليش؟ لأن هي عادة. مثل ما تعودت العاده الخطا تقدر تستبدلها وتستبدلها بعاده صحيحه. اتمنى فعلا فعلا اتمنى بانه هذا الفيديو يفيد اكبر شريحه ممكنه، شارك هذا الفيديو لاني اعتقد انه مهم واعتقد انه فعلا الناس كثير راح يستفيدون منه، خذها وانشره في واتساب، انشره في كل مكان، اتمنى فعلا انه الناس ما يغلطون هذه الغلطات البسيطه لانه للاسف اذا صارت مشكله قدر الله احيانا ما في عوده. اشوفكم في الفيديو القادم الادهم. لا تنسى تشترك بالقناه لمزيد من الفيديوهات مثل هذه او فيديوهات تقنيه مع السلامه